بلاش اهلا بحضرتك اهلا بيك. اتكلمنا عن انطلاق احنا طبعا في حاجه حدث يعتبر من توجيه القياده السياسيه ببدايه انسان وفخامته لما فكر في المشروع كبدايه لنمو قدرات الانسان وفي الصحه في التعليم في كل مجالات الحياه اللي تخلي الانسان في قدره على تحديث حياته والوصول بها تطوير حياته بالشكل اللي يناسب الوقت اللي احنا فيه. اكيد بداية انسان دي هي فكرة وابداع وقدرة على تنمية البشرية للمجتمع المصري، وانا اعتقد ان هي بداية حقيقية وفخامة رئيس الجمهورية لما يدينا توجيه وان احنا نتفاعل مع هذه المبادرة هتكون اضافة لأهالي ومحافظة المنيا ومصر كلها على مستوى محافظات مصر. إن شاء الله تكون بداية خير وبداية إسعاد لكل مواطن في تحديث حياته والوصول مش للجودة للأفضل في حياة كل إنسان فينا. بداية الخطوات اللي هتقوم بها المحافظة في المبادرة هنبدأ بإيه إن شاء الله؟ في كل المجالات إن شاء الله، يعني هننطلق في كل مراحل، وأهم حاجة الصحة والتعليم. حياة بداية التعليم دي أساس في قدرات الإنسان، الصحة بداية تنمية الموارد البشرية، كل ما هو ينمو في عقلية الإنسان ويحدث من حياته هنبتدي بيها إن شاء الله. حابب توجه رسالة للمواطنين أهل المنيا؟ أنا أهل المنيا يعني أنا طبعاً بداية الإنسان دي بداية وتوجيه مبادرة من فخامة رئيس الجمهورية، وأقول لأهل المنيا لازم نستفيد من المبادرات دي، وأهمها وأفضلها هي بداية الإنسان اللي أنا شايفها هتكون إضافة لمجتمعنا والمصريين الحبيب إن شاء الله. كده اهو. كده اهو. لسه انا.